طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الجميل من فقرة علوم الأولين، ولي الشرف أن أكون مقدما في هذه الفقرة مع ضيوفي الأفاضل والأكارم الذين نجتهد دائما بأن تكون فقرة علوم الأولين مميزة وتجمع ما بين الفائدة والإثارة والحكمة والقصة وكلام الله سبحانه وتعالى وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ندخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. والمجلس الذي لا يذكر الله فيه يكون حسرة وترة وندامة على صاحبه. ولأجل هذا المقصد العظيم الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده وأن نوحده وأن نعظمه سبحانه وتعالى، فدائما الإنسان يحيا بذكر الله ويسعد بذكر الله. وكما حكم علينا المولى جل جلاله الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وربط سعادتنا وربط انشراح صدرنا وربط حياتنا الطيبة بالإيمان والأعمال الصالحة وطاعته سبحانه وتعالى على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحكم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لو كان عندك ملك الدنيا كاملا وليس عندك لا إله إلا الله والعمل في مقتضاها فأنت تائه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن رزقنا هذه الكلمة العظيمة وجعلها في قلوبنا من دون نصب ولا تعب، بل أخذناها وراثة من الآباء والأجداد، فنحن نقول لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة التي لو وضعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام فقال: يا الله خصني بدعاء أدعوك به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: كريم الله، يا الله كل الخلق يقولون لا إله إلا الله، فأنا يعني كان من طلبه عليه الصلاة والسلام دعاء خصوصي. فقال الرب سبحانه وتعالى: أما تعلم يا موسى لو وضعت السماوات السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضعت السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولعلنا نقف وقفة بسيطة وأن نتأمل وتدبر، نحن أمة التدبر والتأمل، في هذا الحديث النبوي أن السماوات السبع والأرضين السبع بمن فيهن من الإنس والجن والملائكة، وتخيل الملائكة حملة العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتق مسيرة 500 عام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي ما بين المشرق والمغرب. من عظمة هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وكل هذا الكون كله لا يعدل شيء أمام لا إله إلا الله، فنحمد الله أن أعطانا هذه الكلمة العظيمة. في هذا اللقاء الجميل والمتجدد والذي يحمل الشيء المفيد لنا ولكم بإذن الله، نستمتع جميعا. نبدأ كلامنا ونبدأ حديثنا بكلام الله مع شيخنا الفاضل، فليتفضل جزاه الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحديث عن الله جل جلاله تبارك وتعالى هو الذي يجمع القلوب. لو تكلمنا في فقه لاختلفت الفقهاء، نعم، لو تكلفنا في أدب لاختلف الأدباء، لو تكلمنا في بلاغة لاختلفت مشارب البلغة، لكن حينما تتكلم عن الواحد الأحد جل جلاله تجتمع القلوب. الله أكبر، عظيم جل جلاله، عظيم بعظمته وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات والأرض، ما عند أهل اللغة عمومية تفيد العاقل وغير العاقل. وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. هذا الرب جل جلاله تبارك وتعالى إذا تكلم عنه، إذا ذكر في مجلس، أول هدي يعطاها الجلساء أن يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. الله أكبر. ويعطى الرحمة، خشيتهم الرحمة، يعطى نزعتهم السكينة، يعطون أشياء من فضله تبارك وتعالى. حتى لو جاء كل العبادات، أحبتي الأخوان والمشاهدين، كل العبادات يشترط فيها النية، أليس كذلك؟ نعم. إلا هذا العمل ذكر الله تعالى، تقول الملائكة يا ربي فيهم فلان ما جاء للي حاجة، ما نيته المجلس؟ قال هم القوم لا يشقى بهم جليس وله قد غفرت. فهذا الرب تبارك وتعالى عطاؤه كلام، منعه كلام، خلقه كلام، فضله كلام، رزقه كلام. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يعني لذلك أحبتي في الله الرب جل جلاله إذا تكلم عنه ينظر في قلوب المستمعين، فعلم الله تعالى أن هذه القلوب الطيبة إذا استمعت إلى ذكره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والصنف الآخر علم الله قلوبهم، قال تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. علم قلوب هؤلاء وعلم قلوب هؤلاء تبارك وتعالى. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأخي الحضور الطيبين وأنتم أهل الكرم وأخي المشاهد، دائما إذا سمعت اسم الله وذكر الله فتأمل قلبك، اجعل قلبك منشرحا فرحا بذكر الله تبارك وتعالى. فأختم كلمتي ببيتين قلتهن مدح الرب جل جلاله. يا سلام. تسمحوا لي تبون بإنجليزي ولا عربي؟ عندي إنجليزي وعندي عربي. يا سلام. مشي لما توضيت بعد. عفوا. سم ايش رايكم تبون نبدا بالانجليزي ولا بالعربي؟ والله كلها نشي. سم يقول بسم العظيم مكون الكون في كن، وبسم الذي راسي وكلي له سجد، طاعت سماواته يوم من دعاهن، ومن يذكر الرحمن يبشر بالسعد، مجالس ذكر الله من جامعهن، يرجون وعد الله يا زينه وعد، يا الله الابيات منه سمعهن تفتح لها الافراج ما قام وقعد، ويل فينش ذيز وورد از وي ستارتن، سبحان رب البيت ما مثله احد. هذه عربي، خليك الانجليزي بعدين عاد. الله يوفقكم. طيب ما هونت بس ما ودي اخذ ممكن مداخل. الاخوان الطيبين جزاهم الله خير. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا شيخ. لا لا اقصد وصراحه تمنيت ان نسمع الانجليزي لكن قال الحلقه الجايه ان شاء الله. لا محقق ما كلمه ثانيه بعد. الا يا شيخ تسلم. نرحب في هذا اللقاء الجميل العميد الدكتور جبران الفرد، حياك الله يا دكتور. اهلا وسهلا، حياك الله، سعيد بلقائي فيكم وسعيد بهالوجوه وسعيد أكثر بوجود هامة وقامة في مجال الإبداع الإنساني اللي هو الأخ البطل عايض بن دغش الأكلبي وأخوه والنشامى الموجودين اللي يجملون المجلس. سعيد كثير جدا. الله يسعدك ويبارك فيك ويرضى عليك. كذلك نمسي على أخوي دعيج الشهراني
اللي كان سببا في اجتماع هؤلاء الأشخاص العظيمين في هذا المجلس. حياك الله أخوي دعيج. الله يبارك فيك. الأيام اللي ليك لقناه وأهلها أحباب، الله يرضى عليك، أصحاب، الله يعطيهم العافية، بيض الله وجهك، ونسعى للصالح العام، وإحنا كل بونا لله، بيض الله وجهك، الله يسلمك. جيناكم وإحنا والله العظيم إننا مشاغل، لكن نمسي على من وراء الشاشة وعليكم وعلى الضيوف الأكارم، وجود الدكتور الزميل مع التلوه نقيب ما شاء نعم. الله، والبطل في الإنقاذ اللي جاء وصار بطل وهو من تلقاء نفسه جاي فزعة رجل لرجل، الله الله وجهه، والمجموعة كل أبوهم، والأخ العلياني والدكتور الشيخنا وابو عبد الكريم المشيقح، الله يعطيهم العافيه، ومرحبا بالجميع يا عبيد يا رب، نمسي عليكم جميع، وانتم والله العظيم ان القناه ذي انها صارت فاتحه رزق للناس يكسبون منها علوم طيبه، وتنشرون شيء استفادوا منه الاجيال. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يا اخوي دعيج، وانت دائما دائما تسعى خلف الكواليس بإنجاح هذه الفقرة، وأنا أشكرك بيض الله وجهك. كذلك نحيي البطل أخونا عايض بن دغش الأكلوبية، هلا وسهلا.